نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الأربعين مركز فرسكا محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومشاركة هيئة تعليم الكبار بإجراء امتحان محو الأمية لعدد من الدارسين خلال القافلة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. أنا جاي أرن هو الباب.